لمزيد من التفاصيل حول فعاليات الدورة الثالثة لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين ينضم إلينا محمود جميل مراسل التلفزيون المصري. أهلا بك محمود. يعني دورة ثالثة من هذا المحفل الإفريقي وحوار دائم يحمل السلام والتنمية كشعار له في هذه الدورة، كيف تبلورت الرؤية المشتركة الإفريقية للوصول إلى هذه الأهداف؟ نعم نهى، بعد التحية نتابع معكم فعاليات اليوم الأول من منتدى أسوان للسلام والتنمية. هذه الرؤية تبلورت في النقاشات التي تمت في الجلسة الأولى التي انتهت منذ قليل وكانت بعنوان إفريقيا في عصر المخاطر المتتالية، التحديات والاستجابات. وتم خلال هذه الجلسة بحضور بعض يعني عدد كبير من المسؤولين من الدول الإفريقية المختلفة، تم المناقشة حول التحديات التي تواجه القارة الإفريقية، وأيضا سيتم مناقشتها خلال الجلسات المتتالية على مدار يومين. هذه الجلسة تم الربط ما بين تحقيق التنمية والسلام داخل إفريقيا، وأيضا مكافحة الإرهاب وتجاوز أزمة فيروس كورونا، وأيضا تداعيات تغير المناخ. أيضا كان هناك ترابط وتناسق بين القضايا أو التحديات المختلفة، بحيث كان أبرزها هو التغير المناخ، لأن تغير المناخ بالتالي يؤثر على عملية الأمن الغذائي بوجود يعني مساحات من سواء زيادة نسبة التصحر أو شح المياه، فبالتالي يكون هناك أيضا أزمة في الغذاء. وهذا ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته، أن يكون هناك حلول لهذه الأزمة من خلال استخدام بعض وسائل التكنولوجيا. فأيضا تم الحديث عن المناخ وأيضا حلول لأزمة الغذاء. تم التأكيد خلال هذه الجلسة أيضا على أن تكون الحلول إفريقية وأن يكون صوت إفريقيا مسموع، وسيتم بلورة التوصيات التي سيخرج منها هذا الملتقى بعد يعني غدا بعد انتهاء اليوم الأخير والختامي. ستكون هذه التوصيات على أيضا أجندة مؤتمر قمة المناخ كوب 27 الذي سيعقد في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ. أيضا تم التأكيد أو كان هناك يعني رسالة كبرى بدور الشباب وضرورة دور المرأة أيضا في هذه التحديات، لأنه كما تحدث الرئيس السيسي أن الشباب هم أكثر المتضررين وهم من أيضا لديهم القدرة والطاقة على مواجهة هذه التحديات، خاصة أنه يعني 60% من سكان إفريقيا من الشباب، وهذه يعني إحصائية لعدد الشباب في قارة إفريقيا. أيضا تم الحديث عن العلاقة ما بين الجماعات الإرهابية وتحقيق السلم والتنمية داخل القارة الإفريقية، ولا بد من مواجهة الجماعات الإرهابية ومحاربة الإرهاب. وهنا تم الحديث أيضا عن الدور المصري من يعني خلال المركز لمكافحة الإرهاب بمركز الساحل والصحراء، وأيضا جهود الإعمار ما بعد النزاعات داخل القارة الإفريقية. وأيضا تم الحديث عن ضرورة تمويل مشروعات داخل القارة الإفريقية، وهنا تم الحديث مع نائب الرئيس البنك الإفريقي للتنمية عن التمويل الذي تحتاجه القارة الإفريقية. تحدث بأن القارة الإفريقية تحتاج بنحو 432 مليار دولار لتجاوز الآثار الناتجة عن تغير المناخ، فبالتالي لابد أن يكون هناك كما تحدثوا عن وجود تمويل للمشروعات التي تقام في قارة أفريقيا. وتم الحديث أيضا عن الربط بين أزمة الغذاء وأن يكون هناك حلول إفريقية، وأن يكون أيضا هناك تعاون بين الدول الإفريقية في مسألة الغذاء باستخدام سواء التكنولوجيا الحديثة أو بعض التعاون من الأنواع الأخرى في تمويل المشروعات. الجلسة التي تتم حاليا هي بعنوان تعزيز الترابط بين التكيف مع المناخ وبناء السلام، للخروج طبعا في اليوم الأول بنقاشات يعني غنية في هذا العنوان، سواء تحقيق التنمية والسلام أو تجاوز تداعيات تغير المناخ وتحقيق التنمية والسلام داخل القارة. وسنتابع معك تفاصيل منتدى أسوان للسلام والتنمية لحظة بلحظة. أشكرك شكرا جزيلا محمود جميل مراسل التلفزيون المصري.